استقبل سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي معالي أبشر عمر جامع وزير الخارجية والتعاون الدولي في جمهورية الصومال الفيدرالية الشقيقة. جرى خلال اللقاء الذي عقد في أبوظبي بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين. كما ناقش الجانبان عددا من القضايا ذات الاهتمام المشترك وتبادل وجهة النظر بشأنها. ورحب سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان بزيارة معالي أبشر عمر جامع مؤكدا على العلاقات الأخوية التي تجمع بين البلدين والحرص على تعزيز مسارات التعاون بما يحقق مصالحهما المشتركة ويدعم جهود السلام والاستقرار والتنمية في الصومال الشقيقة. من جانبه أكد معالي أبشر عمر جامع تقديره لدعم دولة الإمارات المستمر للصومال وشعبه، معربا عن تمنياته للدولة دوام التقدم والازدهار. كما أكد معالي تطلع بلاده إلى تعزيز علاقات التعاون المشترك مع دولة الإمارات في المجالات كافة، مشيدا بإمكانياته الرائدة على الصعيدين الإقليمي والدولي. حضر اللقاء معالي الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان وزير دولة.